في اليوم 19 من الحملة الانتخابية. تعهد المترشح الحر لرئاسة 12 ديسمبر عبد المجيد تبون باسترجاع المكانة اللازمة لولاية طمراس وتحويلها إلى قطب سياحي دولي بكل المعايير. طمراس معروفة منطقة تجارية، منطقة سياحية. إن شاء الله نشوف ونحاول بقدر الاستطاعة، وإن شاء الله ننجح أن نتعاود ترجع قطب سياحي من أكبر الأقطاب في المغرب العربي وفي إفريقيا. ولدى تنشيطه لتجمع شعبي أكد تبون التزامه بترقية المركز الجامعي لطمراس إلى جامعة كاملة وفتح مدارس عليا في مختلف التخصصات. بالنسبة للطالبات والطلبة، نتعهد باللي بمجرد ما تكون فيه فرصة طمراس تترقى إلى جامعة كاملة بكلياتها، والكليات بالنسبة للهندسة، بالنسبة لليمين، بالنسبة لكل ما يتعلق بالمنطقة هذه. كذلك نحاول كيفاش نجيب من المدارس الكبرى تاع اللي في العاصمة واللي في وهران واللي في قسنطينة ونديلوكاليز جي هنا تاني كذلك مدرسة وطنية هنا في طمراس. المترشح في صلب برنامجه الانتخابي قطع لمناصره وعدا بمراجعة أسعار النقل نحو أقصى الجنوب مع العمل على تجديد شبكة الطرقات ومد خط السكات الحديدية ليربط طمراس بالعاصمة.